أيام معدودة قبل عيد الأضحى المبارك. صعوبة كبيرة يجدها المواطن هذه السنة في اقتناء أضحية العيد بسبب الغلاء الفاحش الذي عرفه سوق المواشي في الأسابيع الماضية، والذي أرجعه التجار ومربو الماشية إلى عدة عوامل، على رأسها تضعف أسعار الأعلاف. أما الكلمة الأخيرة لهم فكانت إن الأسعار في المتناول. العلف اسمه هو اللي راه مغلي الخروف، اسعار مليحه. الاسعار هذا تاع 11.92 مولي شويه، مولي السوق مولي موال ياكلوا، احنا نبيعوا. هذه هي راه كاين اسعار في متناول الجميع، راه كاين من 5 ملايين ل 10 ملايين. كما قال كان نقولوا 10 ملايين ثاني ما تنخلعوش. راه كاين واحد النقطه ثاني جايين نهضروا عليها، راه كاين العلف اللي هو راه غالي، راه كاين من 600 و550 الف. نتمنى ان شاء الله الدوله تشوف من هذا الموال اللي راه مشعاو ويسقاو. بين شكاوي الموالين في ارتفاع اسعار الاعلاف وعدم توفيرها بالكميه المطلوبه، يبقى المواطن حائرا وخائفا هذه السنه من عدم تاديه شعيره اسلاميه واجبه تضافرت الادله على شرعيتها في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. هذا العام يا اخي انا نشوفوا الاسعار على بارابور العام اللي فات راه شويه غاليه، والمواطن ما راهش يلحق. الانسان اللي خدام شهريا الله غالب، دوك تشوف الخرفان هذوك، تشوف فيهم التوالا التالي فيهم قال لك 9 ملايين 8 ملايين 7 ملايين، تقول العام اللي راه يدي 5 ملايين غادي يعيد ما يقدش يعيد. ودوك هاد الموال اللي كينهضروا معاهم ثاني راه يقول لك حنا العلف غالي والزرع غالي والخر غالي، هما يحسن عونهم وحنا يحسن عوننا، حنا الله غالب، واحد شهر ما يلحقش. المواطن البسيط هذا العام نظن نسبة كبيرة ما يعيدوش هذا العام، نسبة كبيرة ما يعيدش هذا العام، نظرا علاش الثمن أسعار غالية هذا العام على السنة الماضية، يعني في خروف مليون حتى مليون ونص حتى 2 ملايين. هل سينجح المواطن البسيط في اقتناء أضحية العيد؟ هو السؤال الذي يطرح نفسه، أم أن الإجابة واضحة؟ لن يكون هناك نحر هذه السنة.